قبل الأوان شلت الحمل كله أنا ولا اشتكى قلب العنا لا يا زمن وش حدنا انت وانا قبل الأوان قبل الأوان شلت الحمل كله أنا ولا اشتكى قلب العنا لا يا زمن وش حدنا انت وانا قبل الأوان اشقتني ظروف الزمان اتعب ولا ذوق الحنان مهما يكون ومهما كان ابقى انا قبل الأوان اشقتني ظروف الزمان اتعب ولا ذوق الحنان مهما يكون ومهما كان أبقى أنا قبل الأوان وصلت الجامعة وبعدين بصير أسحب الفلوس. أنت متأكد أنها فلوسه؟ طبعاً متأكد، ترى كل شيء واضح في الأوراق. زين ليش أنت ما تكلم مريم وتشاورها؟ وليش أشاورها؟ أقول لك كل شيء واضح في الأوراق. زين بنية فاهمة وبتفيدك، أنت ما بتخسر شيء إذا سألتها. ودي بس ما في رمسة توصل لأخوها وبعدين يصير يعق عليها رمسة ولا يغلق عليها. انت شفت الحركه اللي سواها اخر مره في المطعم؟ زين مو لازم انت تشوفها، يكفي انك تكلمها بالتلفون. ان شاء الله بشوف. يا اسمه اللي سويتيه في الحرمه لا يرضي الله ولا يرضي رسوله. برا تحرتي هي اللي تخليني عندها اشتغل خدامه اغسل ثيابها ومواعينها، خليتني حتى حمامات بيتها كلهن اغسلهن، لكن طلعت ما فيك مروه وهي ناكره الجميل. اسمع هاي كلمه وكبرها حميد علشان يسوي مشاكل بيني وبينك، فهمتي ولا لا؟ يا ابوي الله يهداك، الحين حميد يبي يرجع لها، انت ايش حق معترض؟ ومنو قال لك اني انا معترض؟ كل الناس تقول الحرمه مطيره عقلك، ولا شي اللي يخليك ساير راد على بيتها. اسمعيني زين، انا كنت لو ابغى اتزوجها كان ما خليت راشد بن سيف يتزوجها، فهمتي ولا ما فهمتي؟ خليك
خليته يتزوجها، لكن الحين حنيت، الحين تراكض تراكض وراها. وي الظاهر الرمسة وياك انت ضايعة. أقوم أسير أحسن لي. وين بسير بعد؟ وين بسير؟ بسير السوق. أمي إذا تبين شيء من السوق أنا بروح، خلي أبوي يستريح مكانه. أنت استريح مكانك. شيء محبوس أنا عندكم هني في البيت؟ أنت مو محبوس يا أبوي، لكن أنت في الفريج. يا أبوي اسمك معروف، خليك في البيت أبرك لك، صح ولا؟ إي صح. الله إني ابتليت بك هون بأمك. وانت تعرف قيمة المنقصة الأصلية يا ابوي؟ وانا ايش لي اعرفه؟ انا حصل نصيبي الحمد لله وانا مرتاح، ما لي شغل في حد. شغلي ويا اخوي وبس. ايه بس لين متى يا ابوي؟ شو لين متى؟ شو تقصد يا عبد الرحمن؟ اقصد ان عمي ماسك الشغل كله، وانت ساحب نفسك من الموضوع. عبد الرحمن لا تنسى ان هذا عمك عبد الله. هو اللي شال كل شيء على ظهره. هو اللي رفع الشركة فوق واسمها من أيام الوالد الله يرحمه. قال لي يود وصان الأمانة. وعمك ما شاء الله عليه مثل ما تشوف هبريح وما مقصر ويانا في شيء. كلامك على العين وراسي يا الوالد، بس هذا ما يمنع أنك تعرف تفاصيل الشغل. لا بعرف تفاصيل ولا بعرف شيء ثاني. أنا كذي مرتاح ما أبغى أسوي مشاكل ويا أخويا، تسمعني؟ بس أنا بعرف يا أبوي. إيش تبغى تعرف؟ تبغى تسوي مشكلة بيني وبين أخويا؟ حمدة، 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 ثواني بكلمك، ثواني بس بكلمك. حمدة إيش حالك؟ ترى بس حبيت إني أبارك لك، بس ما أعطيتيني فرصة. وهذا وأنت باركت. حمد اسمعني، أنا الحين متزوجة، ولين هني وخلاص. حاضر، أنا بس حبيت إني أسأل عنك. شكرا. أهلين. بخير، انتي شحالك؟ تمام. انتي وين ما نشوفك؟ والله موجودة، شو أسوي؟ شو أخبار الأهل؟ كلهم بخير. سيف ما كلمت؟ لا ما كلمني. خير؟ عاد عذري انتي، هو شوي مشغول، مشغول بالأوراق والمعاملات والبنك تعرفين. زين تعرفين شو؟ خل ندخل المحاضرة. يلا أوكي. يلا تعالي. كان زين يشتغل معي. هذا مكتبه جاهز من اليوم. بي ان شاء الله، اذا ما يا اليوم اكيد بي باكر. بس بصراحه يا اخوي انا جالس افكر في شيء ثاني. تبغى الصدق؟ شيء ثاني؟ شو يعني؟ شيء اقوى من كذي. شيء اقوى؟ مريم. Thank you.
يا هلا. سألت عنك ميثا، قالت لي انك رحت البنك. ابا افتك من راعي البناية. زين. تعرفين؟ المشكلة ان ابوي كتب حقوق الناس اللي علينا، بس ما كتب اللي لنا. اعتقد كان حافظنهم في راسه. حتى العمال لينا الحين ما شفتهم. شردوا؟ ما اعرف. اعتقد انهم يشتغلون لحسابهم الحين. اي لازم تبلغ عنهم. ابلغ عنهم؟ يعني لازم اروح مراكز الشرطة؟ لازم يا سيف. تبين تدخليني مراكز الشرطة يعني؟ انا خايفة عليك. بعدين ما باك تتورط مع مشاكل العمال. عارف انهم يعورون الراس. ويلا طلع اوراقهم الملفات عشان بلغ عنهم الشرطة. شو بلاك تطالع لي جي؟ بعدين انا تأخرت، لازم اروح الجامعة، عندي محاضرة بعد نص ساعة. بتخليني وانا محتاج لك؟ هذا الدياي عقب ما حطيت في الخضرة وبهرنا وتبلنا نحطه في الفرن. خلص الفرن بعد صار جاهز. إنزين ولعي فوق ولعي تحت. مولع مولع. يلا ديري بالك. خليه 25 دقيقة. أي إن شاء الله. يلا. خلتنا جاهز كل شيء. صح تعالي بخبرتش، اليوم جاسم راح يستلم البيزات، قالوا له إنش لازم أنت بروحك تسيرين. إي عدل. صح. تذكرت أنا لما راشد بعد راح. ما عطوا الفلوس، قالوا له لازم تسوي لك توكيل. ترى حتى حق جاسم قالوا كذي، لازم تسوي له توكيل. زين يعني ما سوينا شيء. انا بعد اقول كذي. انزين شوفي متى تكونين جاهزه عشان جاسم يوديك. يمر علي بروحه؟ لو اللي سلمك انت تعالي معه. بروحه اللي في الفريج حاطين عينهم علي، وشكلهم يبون يطلع من الفريج، ما لي خلق مشاكل. ليش؟ كيف عرفتي؟ ما ذهيني. يوم يكسرون غراش عند عتبه البيت، يوم يقطون علي اكياس زباله في الحوش، ما يسوى علي. ما ادري بعد اذا رايلك شيء وقف عند الباب ايش بيسوون له. ما عليك منهم خليه يولون، شو تبين فيهم؟ ايش فيك؟ ما فيني شيء. هلا خالي. هلا هلا. خالك؟ انا مو بخالك. انا مو بخالك يا ردي. زين شي اللي سويته؟ تبى تفرق بيني وبين حرمتي؟ أنا كل اللي سويته لمصلحتك. لا والله مصلحتي؟ تفضل هات قول لي شو مصلحتي؟ خالي أنت تبغي تاخذ ظبية وأنت زوجتها بتلعب بحسبة راسك مثل ما لعبت بحسبة راسي. ومنو قال لك إني أنا بتزوجها؟ ها؟ خالي ها؟ نسينا؟ نسينا ما كلينا؟ يوم قلت بعظمة لسانك إنك أنت بتاخذها؟ أنا كنت أخوفك يا الدثوي علشان ما تقرب صوبة. خالي تخوفني؟ خالي انت تحبها وتبغي تتزوجها وتبغي تطلق حرمتك، لكن اقول لك ضبية هاي ساحرة تلعب بريايل لعب ساحرة. لا والله. ايوة الحين انا عرفت كل هالكلام ليش. اذاري كنت اللي تباها، انت اللي تبى تاخذها. والله يا خالي عاد انا مثلها، لكن انت غير، انت لك قدرك وهيبتك في الفريج وبتخليك تمشي في الشوارع مجنون مخبل. اصلا انا ما عندي سالفه يوم جاي اكلم واحد ردي مثلك. خالي احبك. شنو هذا؟ هذا تودينا حق ريلك واليهاله. ليش مكلفة على نفسك؟ ما كلفت ولا شيء. بعدين هذا بعد سحمك، نسيتني تطبختي معي؟ ان شاء الله.
عليكم بالعافية. الله يعافيك حبيبتي، أنا بروح. تحفظ الله. تفضل يا ظبيان. شنو هذا؟ لا صار عندك بترديهم. حش علي يا لطيفة إنه ما أخذتهم. لا تحلفين يا ظبية، إيش فيك؟ لطيفة، أنت يا أختي وعلى عيني وعلى راسي، بس أنا مو محتاجة. ظبية، قلت لك بترديهم. ما يخالف أختي، أعرفك أنت ما تقصرين معي، بس لين احتجت بقول لك. كذي؟ يعني كذي تزعليني؟ أنت حبيبة قلبي. أختي اللي مالي غنى عنك، لين احتجت أكيد بقول لك. إن شاء الله. يلا بروح. مع السلامة. خذ جاسم. لطيفة؟ ليش رجعت البيزات؟ ما رضت تاخذهم، نفسها عزيزة. انسي الله يهداك، كان حاولت وياها؟ حاولت، شو اسوي؟ ما رضت. لا حول ولا قوة الا بالله. الا بسألك، شو سالفة الشباب هاللي واقفين حذال بيتها؟ ها وين انتي؟ ولين الحين ما خلصتي؟ مو بتتأخرين من الجامعة للبيت، سمعيني؟ يلا يلا. ها مروان. ألو، نحن في مركز الشرطة. مركز الشرطة؟ وشو تسوون في مركز الشرطة؟ من وياك؟ هكم داخل حقوني يا طالب، وعادي في أي وقت يزقرونك. يزقروني؟ وليش يزقروني؟ أنت تستهبل؟ نسيت اللي ضربناهم أمس؟ تراهم بلغوا علينا. وعرفوني بالاسم اني انا وياكم؟ طبعا عرفوا، وحتى لو ما عرفوا الحين طالب بيقولهم. قول لي ليه خبره عني ومو اللي يجيب اسمي. انت تمسخر، الجماعه يعرفوننا احنا اربعه، كيف فجاه استوينا ثلاثه؟ حطوا اسم اي واحد من ربعكم، انا بتفاهم وياه، واذا يبغي فلوس انا بعطيه، بس مو اللي تجيبون اسمي. ايه مروان تعال. اقول لك الرجال ياس يزقرني الحين. واسمع، إذا اتصلوا بك ولا قالوا لك تعال تعال، لأن عادي يشلونك من بيتكم. تسمع ولا لا؟ بس الضرابة عادية، وهم اللي في واحد في المستشفى. مستشفى؟ باي. سير سير، بلاك بلاك يا أمي، كذا طاير وين ساير؟ بوصل الصيدلية باخذ لي دواء أمي. بيجي أبوك الحين بنحط الغداء. ما علي، اتغدى وأنا بتأخر شوية. تأخر؟ إيش كان بيتأخر؟ صيدلية إلا هنا قريب. اسمعيني زين، ما بحد يعرف شيء عن الاستواء، حتى امي وابويا. زين، وطرش المحامي عندنا بسرعه هني مركز الشرطه. طيب شو المشكله؟ انت الحين سوي اللي قلت لك عنه، تزيد تسالين وايد، واهم شيء اللي عدالك ما تعرف شيء. سمعتيني؟ اوكي خلاص اوكي. ابوي فتش الكلبشات عن الريال.
تفضل استريح. حضرة الضابط، أنا مو مسوي شيء، يعني أنا بعرف ليش متكلبش وليش محطوط التوقيف، يعني أنا إنسان ما سويت شيء. اهدى أبوي اهدى، ما دام إنك مو مسوي شيء ليش ما جيتنا يوم كلمناك؟ أنا مو متعود على مخابر الشرطة يا أبوي. ما حد متعود على مراكز الشرطة، بس إذا في شيء مس أمنهم لازم يجون. أنا ما في شيء مس أمني، شو يبني مركز الشرطة؟ بس في واحد اللي ضاربته وياهم طايح في المستشفى، جت ضربة قوية على راسه فقدته الوعي. فاقد الوعي؟ إيه فاقد الوعي. أنت ضربت راسه في عمود الحديد؟ حضر الضابط، أنا ما ضربت حد على عمود الحديد. تشوف تعاون ويانا أحسن لك، ترى القضية واضحة وربعك بعد ما أنكره وعندنا شهود. أنا ما ضربت حد روحي، أنا أذكر إن إحنا ضربنا بس ما ضرب حد على راس الحديدة. وهالرجال اللي طايح في المستشفى عيل تعترف، بس أنا ما كنت قاصد، أنا حاولت أدافع عن ربعي وندافع عن نفسنا ودزيته وبالغلط طاح الحديد. كان سألتهم هم شو يبون الاستراحة، وأنت تقوم تأخذ حقك بإيدك. عسكري تفضل. سيدي وين بتودوني؟ بنخليك عندنا لما نتأكد من حالة المصاب. ومتى بتأكدون من حالته؟ سيدي أنا ما سويت شيء، أنا ما سويت شيء، أنا ما سويت شيء. لا تخلون عني، الله يخليكم لا تخلون عني، لا تخلوني، لا تخلوني. وين بيودونا؟ بيحجزونا كيف؟ لا يكون بيحجزونا نحن بعد. ما عارف يا رجال شو بنسوي الحين؟ تعالوا. وين إيه؟ وين؟ ألو وينك يا أستاذ؟ أنا وصلت. زين أترياك، باي باي. أقول لك شو رأيك بكل محامي؟ ما يحتاج، لأنهم بيشوفون لين باكر، إذا حالة الولد استوت أحسن يا يتنازلون ولا بيحولون على المحكمة. ترى وإذا حولوه على المحكمة بندفع الكفالة هناك. الحين أنت متأكد من اللي تقوله؟ أنا إيش دراني هالكلام اللي قاله وكيل نيابة؟ أنا إيش عرفني منو أنا عارفها كله. إنزين ما بمشكلة، تلاقى باكر هني. بس تمام. أوكي. يلا. إذا جي باكر. يلا. شو صار سهيل؟ خليتني أحاتي. ما في شيء خلاص، المهم الحين ما يحتاج محامي. زين شو السالفة؟ فهمني. السالفة إن واحد من ربعنا كان داخل وعنده مشكلة بسيطة. المهم أنت الحين توكلي. ها؟ ما أبغى حد يعرف. سمعتيني؟ حلو لا قوة إلا بالله. الله يصبرني عليه بس. شو أقول للمحامي الحين؟ ألو هلا أستاذ، أنا بعتذر منك خلاص الموضوع انحل.
هي انا رادة البيت الحين. مشكور ما قصرت. أقول لك مريم قالت لي أخبر الشرطة عن العمال اللي شردوا. بس نحن ما نعرفهم. أنت قلتي لي شاور مريم وهذا أنا شاورته. بس بصراحة أنا خايفة تفتح على نفسك باب ما نعرف كيف نسده. منو؟ سيف أنا سعيد. سيري داخل. قرب قرب ما حد غريب هني. السلام عليكم. السلام مرحبا يا سيد. شو عندكم؟ مثل ما تشوف ندور حد يساعدنا. بس عفا عليك. يا ود عيال. مناك مناك مناك. ما شاء الله عليك حريف. عفا. من زمان مشتغل شين. مني مني شوي. الله الله يا ريحة البحر ما زينة ضربت في خشمي تقول دهن عود. الأول أنا يا حسن يا ولدي بيتي على السيف مرة إحنا كل تضرب الماي. أي بيت عمو؟ أنت عندك بيت غير اللي أنت ساكنة فيه؟ وهيدي عندي بيت لا الله وعندي خير. عندي بيت لكن راغوني منه أنا وأبوك. راغوش منه؟ ومنهم اللي راغوش منه عمو؟ حسبي الله عارف شيطان أدي عليهم لين آخر عمري. هلي زين وين أهلك؟ وين ساكنين؟ حسن حسن يا أبوي لا تيستهل كذا تسألني أسئلة. يلا يلا ودني صوب البحر هناك ودني باقي الطرويلاتي دهديه. عمو ما تبين تخبريني عن أهلك؟ حسن تراك وايد تأدرب. قوم يلا قوم. إن شاء الله إن شاء الله عمو. يا ودان حسن بالليل بالكيسة هاتش اللي هناك. حسبي الله آه يا عمو. يا سلام آه على ريحة البحر ما زينة. يا سلام الأول بيتنا يا ولدي. نزل تسرع ها الأول بيتنا هذا البحر على السيف مرة. يلا عاد اسرع اسرع دهديه دهديه. الله شوفي شوفي البحر شوفي البحر. ايه اشوفه ما زينة ما زينة. يا الله لو عندنا ميادير بنصيد بعد. تسوي تايتنك 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 اسوي تايتنك سوي سوي تايتنك سوي سوي. الله الله شوف تاخذ هالرقمين وتنزلهم تحت وبعدين تقسمهم على بعض والناتج تضربه في 100 ويطلع لنا الجواب. فهمت ولا ما فهمت؟ اكيد ما فهمت. تفضل. اقول لك شو؟ في مرة سمعتي العيوس تتكلم عن أهلها؟ لا. تقول عندها بيت على البحر وتقول عندها أهل وتقول إن طردوها منه بعد. مسكينة اكبرت وخرفت وقامت تعك خيط وخيط. تقول حتى أبوي عنده أهل. وانت شو يعني صدقتها؟ أصلاً لو أبوي عنده أهل كيف إحنا ما نعرفهم؟ وبعد مو معقول إن أبوي ما عنده أهل. يلا عمو خليني اعطيك حبوبك عشان ترقدين. اسمعني تعال اسمعني سيف خلنا الحبوبه حين صير طبج الباب. خير عمو في شيء؟ ما عليه تسير طبج الباب سير. شوف سبي الله الشيطان. you
سيف تعال بوي، ايش حقها واجف؟ ان شاء الله. دوك بوي يا ابو هذيله. شو هذيله عمو؟ هاي ابوي من عندي حقك. تبيني اخذ منك فلوس عمو؟ يا ابوي هاي عندي فلوس بس انا مالي حاجه فيهم. بس انا ما اقدر اخذ منك فلوس عمو. اسمعني عاده، لا تخليني احلف، ترى اقول لك والله اذا ما اخذتن اني بيتكم ما حضرت. لا تحلفين عمو ان شاء الله. سيف انا ادري بك انك انت ريال حشيم، لكن انا امك، كلت وشربت عندكم وادري بحالتكم زين ما زين. الاول الناس يوم ما يلقون الرزق يسيرون البحر ويجلبون الحصى. وشو يلقون تحت الحصى؟ يحصلون ابوي هدود يسوون هيم حق الحداق، وياخذون الشبع ويحطون فرق قرقور حق السمك. الرزق يا ولدي موجود لكن يبقى حد يسعى له. يلا عاده هات عطني الدواء ولا نسيت. ان شاء الله. بارك الله فيك يا وليدي. الريال هذه طلعته من الظهر مريض وصار يبدو وللحين ما رد، وفوق كل هذا انت تقولون لي عادي. يا امي ما فيه الا العافيه، بعدين هو صار عند ربعه، انت الله يهداك شغله نفسك فيه. صدقها مريم، انت بغرب الله نفسك ومعوره راسك، ولدك كبر، انت ليه متى بتمين كذا؟ طبعا انت مبهام منك مريم. اتصلي في اخوك، انا قلبي مو مرتاح. اتصلي به. حاضر يمو. الو سهيل وينك؟ اعطيني امي تباك. هلا امي. امري شو؟ امري انا من الصبح ياسا حاتيك، انت وينك؟ شويه معزوم امي بس ما عليك ما بتاخر. انزين خبرني شو استويت الحين؟ ان شاء الله احسن. احسن وايد احسن امي، شويه زكام بس ما عليك احسن. زين زين امي زين، بكلمك عقب. يلا مع السلامه. مع السلامه. يا ودي سكر التليفون. سهيل ما يرد البيت الا يوم يعرف انهم رقدوا، ما يباهم يشوفون حالته. اخوي هذي العمال مسجلين على مكتب راشد. هي نعم. وانت راشد؟ لا انا ولده. اخوي لازم صاحب المكتب يحضر نفسه شخصيا. راشد توفى الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له. هي التوكيل انتهى اخوي. شوف خلها تسوي لك توكيل او تحضر بنفسها شخصيا. منو هي؟ ظبية بن جابر صاحبة المكتب. المكتب باسم ظبية بن جابر؟ اخوي يتراجع عند المكتب وما تعرف راعيه؟ تفضل. ها شبعت؟ طلعت القهر اللي في قلبك؟ ما فيني قهر. لا فيك. وانت ايش لك؟ ليش تدخل عمرك في شيء ما تخصك؟
بعدين ما بنت اللي قايلة عن العمال؟ وينهم؟ تعرفهم؟ أنا ما أعرفهم، بس أنت إذا تبغي تعرفهم بتعرفهم، بتعرف كيف تجلب الحصى عشان تطلعهم. شو سالفة الحصى؟ العيوز تقول قلب الحصى، وحجي سالم بعد يقول لي جلب الحصى. شو يبوني أسوي؟ لا يكون يبوني أروح أجلب الحصى مثل ميانين. طيب يا بن جابر، منو هذه؟ وشو علاقتها بالمرحوم؟ حق الغالية، حق الغالية. ضبية ضبية، فصلت لك كرسي حقك، أدري بك تجلسين في الحوي، فصلت لك كرسي. مشكور، صرت ما قعد في الحوي من كثر ما يقطون علي أكياس الخمام. منو هذيلا اللي يفرون عليك أكياس الخمام هذيلا؟ ها؟ ما أدري وما بي أعرف، ولا تقرب صوب البيت. يلا تعبتنا على الفاضي وابوي. عطشان. هاك ما عاد قعد شوي، ريح ماما على طول تلعب. ابى اسير العب. السلام عليكم. عليكم السلام، خير يا مبارك. انا يا ضبيه جاي اعتذر لك مره ثانيه عن اللي سويته فيكم عيسى. ولحقتني للحديقه. لا لا لا، أنا تبين الصراحة يعني كنت مضايق شوية، وقلت يعني بتمشى بها الحديقة هذه، وخاطري كلمتين بعد أبا أقول لك إياهم. وقلت هي فرصة أشوفها وأروح وراها. أنا يا ضبية يعني الله يعلم بمكانتك وقدرك عندي، وأنا بعد أعرف ظروفك، ترى أقول يعني لو توافقين تتزوجيني. تبيني أتزوجك يا مبارك؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء يا ضبية. بعدين انت ارمله ومحتاجه حد يوقف وياك، والعيال بعد يبون حد يداريهم. فكري شوي في الموضوع. انت ما تسلح وجهك، بس تبي مراهق. اشتكى قلب العنا، لا يا زمن وش حدنا، انت وانا قبل الاوان. قبل الاوان شلت الحمل كله انا، ولا اشتكى قلب العنا، لا يا زمن وش حدنا، انت وانا قبل الاوان. الزمان أتعب ولا ذوق الحنان.
يكون ومهما كان أبقى أنا قبل الأوان. أشقتني ظروف الزمان أتعب ولا ذوق الحنان. مهما يكون ومهما كان أبقى أنا قبل الأوان. تفاجئنا الظلام